والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال. مرنا إيهاب معها تفاصيل. أهلا بك مرنا، تفضلي. شكرا لكم نهى ودينا، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. تابع رئيس مجلس الوزراء موقف إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة فيما يخص الأراضي التي تم ضمها لأحوزة بعض المدن الجديدة وموقف توفيق أوضاع الحائزين للأراضي. وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء نادر سعد أن رئيس الوزراء كلف بسرعة توفير قطعة أرض بمساحة تتراوح من 50,000 إلى 100,000 متر مربع لأحد كبار المستثمرين القطريين، والتي كان قد طلبها أثناء الزيارة الرسمية لدولة قطر مؤخرا، وذلك بغرض إنشاء مستشفى على مستوى عال لتقديم خدمة طبية متميزة، حيث يمتلك المستثمر القطري عددا من المستشفيات في قطر بالشراكة مع كبرى المؤسسات الطبية العالمية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اعتزام الحكومة استقطاع جزء من تحويلات المصريين في الخارج. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا توجد أي نية أو دراسة لاستقطاع جزء من رواتب المصريين بالخارج أو حساباتهم الشخصية، مشيرة إلى اهتمام الدولة برعاية كافة شؤون المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم مع تحفيزهم على توجيه استثماراتهم إلى مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة دون تدخل الحكومة في رواتبهم أو حساباتهم الشخصية، مناشد المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة. استقبل رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة مريم الكعبي ورئيس القطاع الدولي لمجموعة مواني أبوظبي أحمد المطوع، وذلك لمناقشة آفاق التعاون المشترك مع مجموعة مواني أبوظبي، حيث تتطلع المجموعة لتعزيز التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ظل ما تتمتع به من مقومات فريدة لأن تصبح مركزا لوجستيا إقليميا وعالميا. وخلال اللقاء عرض رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عرضا تقديميا مختصرا عن أعمال تطوير التي تشهدها ميناء السخنة، منها تنفيذ الأرصفة الجديدة التي تستقبل أنشطة متنوعة ومنها أرصفة متعددة الاستخدامات. عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا عددا من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين الأمريكيين ورؤساء كبرى الشركات العالمية، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر سيراويك الدولية للطاقة بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة. وتناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجال إنتاج البترول والغاز الطبيعي وزيادة الاستثمارات التي يتم ضخها في مصر في ظل الأسعار العالمية المرتفعة، وذلك إلى جانب التنسيق والتعاون لتحقيق استفادة مصر من الخبرات العالمية والتكنولوجيات الداعمة لعمليات تحول الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية. في أسواق البترول العالمية، حيث سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم بعد تصريحات المستشار الألماني أوليف تشولتز بأن بلاده أصبحت مستقلة عن إمدادات الغاز والنفط والفحم من روسيا دون أن يؤدي هذا إلى أزمة اقتصادية. هذا وارتفعت عقود خام برنت الأجيلا ارتفاعا طفيفا بنسبة تقدر ب 45% لتصل إلى 85.21 دولار للبرميل.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 44% لتصل إلى 79.92 دولارا للبرميل، فيما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.2% لتصل إلى 2.84 دولار للتر، وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.20% لتسجل 2.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وشهدت أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم انخفاضا طفيفا في مستهل تعاملاتها، إذ تخلت أسهم شركات السلع الفاخرة عن مكاسبها بفعل بيانات صينية قاتمة. هذا وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بما يصل إلى نحو 1%، مع هبوط مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا شديد التأثر بحركة أسعار الفائدة بنسبة بلغت نحو 8%. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة عليكم مرة أخرى نهى ودينا. شكرا لك مرنا إيهاب.